LBCI مساء الخير. هذه أبرز عناوين نشرة هذه الليلة. 14 آذار تتمسك باستقالة الحكومة و8 آذار ترد الحوار أولا. طرابلس تضمد جراحها، هذا ما اقترفته أيدينا. الصراع على LBC، التمييز يفتح المحاكمة ولا يقرر الملكية. نشرة أخبار الثامنة من LBC مع بسام أبو زيد وديما صادق. مساء الخير. لم تتمكن المشاورات السياسية بشأن الحكومة من التوصل إلى رؤية مشتركة. قوى 14 أذار تصر على مطلب استقالة الحكومة قبل الحديث عن أي طاولة حوار، فيما قوى 8 أذار تضع الحوار أولوية يمكن من ضمنه البحث في كافة الأمور السياسية بما في ذلك الحكومة ومصيرها. وفي المواقف الخارجية من الأزمة، أعلنت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون رفضها أي فراغ سياسي في لبنان قد تستفيد منه سوريا، فيما دعا وزير الخارجية الفرنسي لوران فابوس لبنان إلى عدم التورط في الأزمة السورية التي تحاول دمشق أن تدفعه إليها. أما السفير السعودي في لبنان علي عواد العسيري فصرح للـLBCI بأن الشؤون السياسية الحكومية هي أمور داخلية يتوافق عليها اللبنانيون. الأزمة السياسية قابلها انفراج أمني إذ عادت الحياة إلى طبيعتها في طرابلس، ومع توقف أصوات الرصاص انكشف حجم المأساة الإنسانية التي خلفتها أحداث الأيام الماضية من تشريد لعائلات بأكملها إلى الحداد على 8 ضحايا، إضافة إلى معاناة قرابة 100 جريح. وفي غضون ذلك برز اليوم خبر قضائي سرعان ما تحول شائعة مغرضة، فبعيد صدور قرار لمحكمة التمييز في إطار الدعوى المقدمة من القوات اللبنانية ضد كل من الشيخ بيير الظاهر والـLBCI، تناقلت بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية خبر ثبوت ملكية القوات اللبنانية بحكم الـLBC نهائي ومبرم. هذا الاستنتاج المتسرع من قرار يفتح الباب لمحاكمات لا يمكن التكهن مسبقا بنتائجها لا يستهدف الـLBCI بقدر ما يستهدف سياستها الإعلامية وتوجهها الموضوعي، وهو توجه لن يتغير بانتظار نتائج المحاكمات.